السلام عليكم. اليوم نقول الملعب تاع الدويره اللي نقف على الاشغال تاع التهيئه الخارجيه تاع ملعب الدويره، واللي فيه حسب الصور اللي عندنا اشغال تاع طرقات، خلق عده طرقات حول الملعب تاع الدويره، وكذلك لتسهيل حركه المرور باتجاه بحسن وكذلك خريسية والدويرة. إذن فيه توسيع لشبكة الطرقات حول ملعب الدويرة. إذن إن شاء الله تكون فيها عندنا صور جديدة تاع جوجل لكي نشرح الأمر بكل تفاصيله، لكن لحد الساعة في جوجل ما كاش صورة محدثة. إذن نكتفي بهذه الصور ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.